إذن تحية لكم مستمعينا وكل من انضم لنا في المتابعة على بثنا المرئي في مختلف منصاتنا. اليوم الحديث عن القطاع السياحي في السلطنة الذي يعتبر أحد مرتكزات التنويع الاقتصادي في الرؤية المستقبلية لرؤية عمان 2040. وطبعا جائحة كورونا يمكن قلبت الأوراق نوعا ما وتأثرت بها جميع القطاعات. اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي وبنتكلم عن القطاع السياحي الواقع والطموح والتحديات والمتغيرات في ظل جائحة كورونا وكذلك واقع السياحة الداخلية في السلطنة. ويمكن مع الأجواء الشتوية يكثر الحديث عن السياحة الداخلية بمختلف طبعا معطياتها ومقوماتها. نرحب بضيوفنا في الاستديو الأستاذ سعيد بن حارب العبيداني المفوض بأعمال مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة. أهلا وسهلا بك الأستاذ سعيد. يا مرحبا وسهلا فيك. ومعنا الأستاذ بدر بن سعيد الذهلي مدير دائرة الدراسات السياحية والإدارية بكلية عمان السياحية. أهلا وسهلا بك الأستاذ بدر. بكم ومساء الخير جميعا ولقاء طيب بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى وسعيدين أكيد بوجودكم معنا في الاستديو. راح ينضم لنا خلال قادم الوقت يوسف بن أحمد البلوشي رئيس تحرير جريدة وجهات السياحية للحديث طبعا عن القطاع السياحي. البداية معك الأستاذ سعيد ونتكلم طبعا عن القطاع السياحي. هو مش حديث جديد، دائما لما نتكلم عن السياحة نتكلم عن مستقبل التنويع الاقتصادي في البلد. يمكن الناس يعني ملوا من كلمة المقومات السياحية وعندنا وعندنا، ولكن أكيد السياحة صناعة وصناعة مزدهرة جدا. نتحدث عن واقع القطاع السياحي معنا في السلطنة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. في الواقع كما تفضلت القطاع السياحي قطاع واعد. قطاع السياحة في السلطنة يعوله الكثير في مسألة يعني تنشيط السياحة الداخلية، أيضا خلق فرص عمل للباحثين عن عمل. حقيقة هناك الكثير من الفرص التي ممكن أن يخلقها القطاع السياحي في مختلف الأنشطة. إذا ما تكلمنا هناك الكثير من الفرص التي ممكن أن يخلقها القطاع في المنشآت الفندقية بجميع أنواعها، سواء كان منشآت فندقية كالفنادق، شواطئ فندقية، المخيمات، المنتجعات، النزل بجميع أنواعها. فبالتالي هناك الكثير من فرص العمل المؤمل أن تفتح للباحثين عن عمل في هذا القطاع الواعد. هناك أيضا من الممكن أيضا من فتح أو زيادة الناتج القومي الإجمالي من خلال القطاع السياحي، من خلال إيرادات القطاع السياحي سواء كان المباشرة أو غير المباشرة. فأيضا حقيقة هذا الأمر يعوله الكثير في السلطنة من حيث زيادة الدخل الإجمالي في السلطنة. أيضا يعني القطاع السياحي يعوله الكثير في مسألة تنمية المجتمعات المحلية. كما تعلمون يعني هناك الكثير من الحرف التقليدية، هناك الكثير من الحرف في المجتمع المحلي، وبالتالي هذه من المتوقع أن تسهم بشكل فاعل في تنمية المجتمعات المحلية، أيضا زيادة الإيرادات للمجتمع المحلي أو أيضا للعاملين في الحرف اليدوية. أيضا تنمية المتوقع القطاع السياحي أن يعني يكون له دور كبير في مسألة التنمية التحتية أو البنية الأساسية في 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 كافة محافظات السلطنة. وبالتالي أيضا يعني من المؤمل أن أو المتوقع أن يكون له دور أيضا بارز في هذا الأمر. فحقيقة يعني المعول كثير على القطاع السياحي في مسألة كل هذه الجوانب وجوانب أخرى أيضا، ونمشي بخطى حديثة وأيضا يعني باستراتيجيات واضحة ومدروسة للوصول إلى هذه الأهداف بإذن الله تعالى. ونحن أكيد راح نتكلم بلغة الأرقام كذلك عن واقع السياحة والمؤمل. الأستاذ بدر، قبل لا ندخل يعني في تفاصيل واقعنا هنا في السلطنة، دعنا نتحدث عن السياحة في العالم بشكل عام وتجارب كذلك الدول. ماذا تمثل السياحة في اقتصاديات الدول كنماذج متطورة في هذا القطاع؟ نعم، بداية شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا أيضا على هذه الاستضافة، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء لقاء مثري. وعادة ما يكون الحديث عن السياحة وعن يعني
الجانب السياحي دائما ذو متعة خاصة، ودائما ما نجده عند طلابنا عندما يستمتعوا بالحديث عن السياحة وأيضا التجارب الموجودة في السياحة. كما تفضلت بأن السياحة اليوم هي صناعة، وهذه الصناعة أصبح لها دور كبير في اقتصاديات الكثير من شعوب العالم، إن كان في خلق وظائف أو خلق يعني فرص وظيفية لعدد كبير من البشر، أو حتى تنمية المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى ذلك القدرة هذا القطاع على التعامل مع جوانب اقتصادية متعددة، وخاصة اللي هي ما تسمى الدائرة الاقتصادية المتكاملة في القطاع السياحي. فمنظمة السياحة العالمية التي تندرج تحت منظمة الأمم المتحدة، والتي تأسست عام 1981، أتت كنتاج لأهمية هذا النشاط الاقتصادي الكبير الذي بدأ بالظهور في بداية الخمسينات من القرن الماضي في دول محدودة، وأصبح ذو انتشار كبير بسبب سهولة التنقل أو تنقل البشر حول العالم. الجانب الآخر اليوم أو في عصرنا الحالي، السياحة أصبحت صناعة ضخمة جدا. يعني عندما نتحدث عن السياحة، تقرير العام الماضي يتحدث عن 700 مليار دولار تم تداولها في القطاع السياحي، أكثر من مليار مسافر سافر حول العالم خلال العام 2019، أو مليار و300 مليون هكذا عندما نتحدث بتفاصيل أكثر. نتحدث أيضا عن قطاع السياحة استطاع توفير أكثر من 450 مليون وظيفة لمختلف شرائح المجتمع حول العالم. بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي، السياحة لها دور ثقافي في المقابل، فهي استطاعت أن تعزز التواصل بين الشعوب، استطاعت أن تعرف بثقافات المجتمع، استطاعت أن توصل رسائل كثيرة لشعوب العالم، استطاعت أن توصل رسالة تسامح على سبيل المثال الموجود في عمان للسياح اللي زاروا عمان، استطاعت أن توصل رسائل متعلقة بثقافة وتاريخ المجتمعات المختلفة. السياحة أيضا أصبح لها دور كبير كبير جدا في جودة حياة المجتمعات. كثير من المجتمعات الفقيرة، المجتمعات ذات التنمية المحدودة، عندما وصلت إليها السياحة، وصل إليها السائح، أصبحت بالضرورة بمكان أن يتم تنميتها مجتمعيا من قبل الحكومات أو حتى من قبل المشاريع الموجودة، فأصبحت ذات جودة حياة أفضل في المقابل. نحن في السلطنة وجدنا في السياحة فرصة، وعندما يعني نتحدث عن السياحة في السلطنة والحمد لله بأنه هي يعني فرصة كبيرة، وأصبحنا نغبط على ما نحن عليه من مقومات سياحية. هذه المقومات يعني أعطت هذا البلد سمعة عالمية بما يحظى به من تنوع جغرافي وبيئي وصحراوي وبحري وأيضا ثقافي، والأجمل من ذلك ما نراه في انطباعات السياح يعني تسامح الشعب العماني، يعني التعامل مع الشعب العماني دائما سهل، وهذه النقاط هي يعني نقاط جذب رئيسية للسياح حول العالم. خلاصة الحديث في سؤالك بأنه السياحة أصبحت صناعة، هذه الصناعة ترتكز عليها وتعتمد عليها بشكل كبير كثير من دول العالم، وعندما نتحدث عن كثير من دول العالم ليست فقط دول العالم يعني النامية، إنما حتى دول العالم الصناعية المتقدمة. ولذلك نرى يعني أفضل 10 دول سياحيا في العالم من الدول المتقدمة المعروفة عالميا. وأن يدل على شيء، يدل على أن هذا الصناعة هي صناعة رئيسية وأساسية في هذا الجانب. والحديث أتوقع عن السياحة في هذا الفترة بالتحديد مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة في المنطقة والتركيز الكبير على تقليل الاعتماد على النفط طبعا بسبب التقلبات التي حدثت، يمكن
يعيد قطاع السياحة مرة أخرى للواجهة. نحن في السلطنة لنا يعني خطوة أتوقع أنها من الخطوات الجيدة وتمثل خارطة الطريق. في 2016 تم الإعلان عن الاستراتيجية العمانية للسياحة والتي وضعت الأهداف العريضة التي من أبرزها أن تكون عمان من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها السائح على مستوى العالم. نتحدث عن هذه الاستراتيجية الأستاذ سعيد، وكيف تجري الأمور يعني بعد مرور أتوقع حوالي 4 سنوات يمكن عن الإعلان عن هذه الاستراتيجية، وهل هناك ثمت متغيرات معينة بسبب جائحة كورونا للأهداف العريضة لهذه الاستراتيجية؟ في الواقع إذا ما تحدثنا عن الاستراتيجية العمانية للسياحة وأيضا المؤشرات المتعلقة بالاستراتيجية، حقيقة هناك الكثير من المبادرات المتعلقة بالقطاع السياحي أو بالاستراتيجية، ومن ضمنها طبعا كما تفضلت يعني أنه عمان تصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم. وإذا ما قارنا المؤشرات المتعلقة بأعداد الزائرين للسلطنة، هناك مؤشرات إيجابية ومؤشرات يعني تبين أن هناك فعلا يعني الأعداد يعني ترتفع وتنمو بطريقة ممتازة جدا وبطريقة مدروسة. إذا ما تكلمنا عن عدد الزائرين الوافدين بشكل مختصر وبشكل يعني يبين النمو، هنا كان في 2015 2,634,000 عدد الزائرين كان للسلطنة هذا الرقم. هناك أيضا ارتفاع في 2016 وصلنا إلى 3,270,000، في 2017 وصلنا في انخفاض بسيط يعني حتى وصلنا إلى في 2019 إلى 3,500,000، وبالتالي هناك يوضح أن هناك نمو تقريبا في بمعدل 7.4% في عدد الزائرين للسلطنة. أيضا إذا ما تكلمنا عن موضوع السياح اللي هم المبيت في المنشآت الفندقية والإقامة في المنشآت الفندقية، أيضا هنا يبين أن هناك نمو في هذا القطاع أو في هذا النشاط. هناك أيضا يعني نسبة النمو في حدود 7% إذا ما قارناها بين 2015 إلى 2019. أيضا بالنسبة لليالي السياحية، إذا ما تكلمنا عن 1,000,000 ليلة، 13 مليون ليلة كان في 2015، وصلنا إلى 19 مليون ليلة في 2019 للسياح القادمون للسلطنة. هناك أيضا يعني متوسط الإنفاق للسياحة الوافدة 364 مليون في 2015، وصلنا إلى 684 مليون في 2019 بنسبة نمو 17.1%. فيعني أيضا إجمال الناتج هنا أيضا نتكلم عن 1,228,000 في 2015، وصلنا إلى يعني 1,293,000. فبالتالي واضح أن هناك نمو كبير في مختلف القطاعات، في مختلف الأنشطة، في مختلف الزوار للسلطنة، أيضا في الناتج القومي الإجمالي. إلا أن طبعا الوضع الحالي الآن إحنا في 2020 بسبب الجائحة هذا تأثر كثيرا، وبالتالي هناك أثار بالغة يعني في القطاع السياحي. للأسف أنه القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تأثرت بسبب جائحة كوفيد-19. نعم، وأتوقع مع نهاية العام عند نشر الأرقام راح يبين الأثر الذي خلفه أو خلفته هذه الجائحة. بالضبط، من الآن يعني حقيقة الأرقام تبين أن هناك انخفاض في كثير من يعني في كثير من هذه القطاعات ومن هذه الأنشطة، أو الأرقام على الأقل اللي ذكرناها سابقا صار فيها انخفاض في 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 في, في نسبة النمو. نعم، يعني دائما لما يكون الحديث عن الاستراتيجيات يكون الطموح حاضر، لكن أغلب المتابعين والمعنيين في هذا الجانب يقولوا بعد والله الأرقام والطموح يجب أن يكون بقدر الواقع وأنها تكون فعلا يعني مؤشرات قابلة للقياس. أنا بستعرض بعض المؤشرات التي أتت في الاستراتيجية العمانية للسياحة، وهي يعني عناوين جميلة جدا. نتحدث عن 11 مليون سائح دولي ومحلي سنويا بحلول عام 2040، ونصف مليون وظيفة قد يوفرها القطاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و 19 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الاستراتيجية، 106% زيادة في مساهمة القطاع في الناتج المحلي، 1,200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة قد تنتج عن القطاع السياحي. الأستاذ بدر، هل تعتقد أنه
هذه المؤشرات والأرقام هي أرقام يمكن تحقيقها أم أن المعطيات تقول عكس ذلك؟ بدون شك يعني أنا أرجع إلى بداية، يعني عندما نتحدث عن وجود استراتيجية بحد ذاتها هذا شيء مهم جدا، وعندما يعني تكون هنالك استراتيجية لقطاع مثل قطاع السياحة هذا هو أيضا الطريق اللي نبدأ فيه للعمل في القطاع السياحي. ولكن يعني أنا خلينا نقولها هكذا، هل الأرقام والإحصائيات واقعية؟ طبعا هي عبارة عن أرقام مبنية على معادلات وحسابات معينة عند وضع أي استراتيجية، ولكن من الصعب بمكان التنبؤ بما هو قادم، يعني هنالك متغيرات كثيرة قد تطرأ، وهنالك يعني سيناريوهات كثيرة قد تحدث خلال 20 سنة القادمة، ولكن يمكن الاستدلال بالاستراتيجية يعني مخطط لطريق أو خطة لطريق عمل معين، وهذا هي الأهمية بوجود الاستراتيجية. أما عن استراتيجية عمان للسياحة فأنا أرى بأنها استراتيجية ممتازة. هذه الاستراتيجية أعدتها شركة ولا أبالغ إن قلت يعني هي من أفضل الشركات على مستوى العالم في إعداد الاستراتيجيات. أيضا آلية العمل التي قامت عليها هذه الاستراتيجية في الإعداد كانت جدا رائعة، والأهم من ذلك تم إشراك المجتمع بالكامل لإعداد هذه الاستراتيجية. يعني قامت الشركة بالتعاون مع وزارة السياحة والمعنيين بإعداد هذه الاستراتيجية بالتطواف في ربوع عمان والالتقاء أيضا بالمعنيين والمواقع السياحية وأخذ ما يسمى التغذية الراجعة من عصف ذهني ولقاءات وورش عمل لمعرفة ما مدى إمكانية الاستفادة من مواقعهم ودراسة الجوانب المتعلقة بإعداد هذه الاستراتيجية. ذكرت بأنه هنالك سيناريوهات، وعندما أتحدث عن سيناريوهات يجب أن يكون لدينا ضمن الاستراتيجية أيضا خلية عمل لتصحيح الاستراتيجية. فوقعنا في يعني هذه الفترة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية في أزمة عند يعني كوفيد-19 على سبيل المثال. يعني هذه الأزمة لم تكن في حسبان يعني أكثر المتشائمين في القطاع الاقتصادي، يعني حقيقة وهذا واقع للجميع في شتى القطاعات، وكنا دائما ما ندفع بهذا الجانب لماذا لا تكون هنالك خلية معنية من المختصين من الإخوة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا الجوانب الأكاديمي لتصحيح المسار لعمل أيضا آلية معينة. الاستراتيجية وضعت سيناريوهات طبعا وهذا شيء رائع جدا، ولكن يجب أن تكون هنالك تصحيحات للمسار حتى نصل إلى الأهداف المرجوة من الأرقام، لأنه هذه الأرقام تعتبر يعني مايلستون أو يعني هدف رئيسي يجب أن نصل إليه بحلول هذا العام. ولكن ليس معناه عندما نصل إلى هذا العام ولا نصل لهذا الرقم نتعلل بكوفيد أو نتعلل بجانب معين، لا، نشتغل على هذا العام. نعم فقدنا 1,000,000 سائح، لكن العام القادم نعمل على إيجاد 3,000,000 سائح لتغطية من النقص الموجود، وهذا لا يتأتى إلا من خلال آلية تصحيحية معينة موجودة. وأنا أتوقع أنه الإخوة في وزارة التراث والسياحة قائمين بهذا الدور يعني برئاسة معالي الوزير وسعادة الوكيل وأيضا الإخوان الموجودين هناك. نعم، لكن يعني اسمح لي أتقاطع معك في نقطة معينة. نحن نتحدث الآن عن كوفيد، أتوقع مثل ما ذكرت يعني أكبر المتشائمين لا يتوقع كل هذه التأثيرات خاصة على السياحة، لكن هناك مؤشرات تسبق كوفيد. يعني نحن وضعنا هذه الأهداف الكبيرة اللي كانت بدايتها في تنفيذ، قلنا والله قطاع السياحة في فرص كبيرة في أنه يساهم في التنويع الاقتصادي، ولكن عندما نقارن مثلا بين 2016 و2019 يعني نسبة مساهمة السياحة في 2016 كانت 2.8% وانخفضت في 2019 إلى 2.5%. يعني أتوقع عشان نحقق أهداف مثل هذه أنت محتاج إلى نمو متسارع، ولكن اللي حصل انخفاض في مساهمة هذا القطاع.
نعم يعني هذا يعني هذه السؤال معادلة لكم يعني هذه معادلة ربما لا يمكن يعني احتسابها بجوانب عمومية، لازم يجب أن ندخل في التفاصيل. يعني كم المدخول الفعلي من السياحة في 2018 وكم المدخول الفعلي من 2019؟ ربما هنالك قطاعات معينة زاد الدخل القومي منها وغطت على الموازنة أو غطت على الجانب بحيث أنه انخفض نسبة المساهمة كنسبة وليس كمبلغ للسياحة، ساهمت بمبلغ معين يعني في أشياء معينة، ولكن كنمو مثل ما تفضل الأستاذ سعيد كنمو 2018-2019 كانت جدا مبشرة حقيقة، وأرقام يعني ودخول حقيقة مطار مسقط الدولي الجديد والمطارات الحديثة، وأنا أقولها حقيقة كانت هي المرحلة الفاصلة للنقلة النوعية اللي كان من الممكن أن نشهدها في 2020 لولا حدوث هذه الأزمة. مطار مسقط يعني ارتفع مؤشر يعني المسافرين عبره إلى أرقام قياسية، وليس فقط بأرقام قياسية، نحن نتحدث عن يعني أرقام قياسية بفارق كبير بنسبة عالية، نتكلم عن 18% و20% مقارنة بالأعوام السابقة، وكانت كان الطيران العماني يفتح إلى مقاصد جديدة وطيرانات جديدة تأتي لعمان، وهذا كان سيساعدنا بشكل كبير للنمو. طبعا هنالك تفاصيل معينة ربما نحن لم ننتبه إليها في تلك الفترة من خلال الاستفادة من وجود السياح، فترة مكوث السياح، الأنشطة اللي ممكن أن تقدم إلى السائح الموجود، والمواقع السياحية اللي ممكن أنا ما أريد أطلع من الموضوع، لكن كشخص أكاديمي يمكن تفيدنا بالإجابة على هذا السؤال قبل أن ننتقل إلى أسئلة أخرى. لما نحدد أحيانا بعض القطاعات ونقول نسبة، يعني نسبة مساهمتها مثلا، نحن عندنا طبعا في موازنتنا مارد كبير اللي هو النفط والغاز، يعني هنا الارتفاع المساهمة وانخفاضها سيعتمد على هذا المارد يعني في الميزانية، يعني حتى يمكن في 2015 مع الانخفاض الحاد و2016 الانخفاض الحاد لأسعار النفط يمكن هو بعد بشكل أو بآخر ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات الأخرى، وقد لا تكون مساهمة فعلية. نعم هذا يعني هذه النسب مثل ما ذكرت ان في تفاصيل معينه موجوده بين السطور لا يمكن ان نحسب عليها نقصان المساهمه قطاع السياحه مقارنه بالقطاعات الاخرى، مثل ما ذكرت بانه ربما قطاع زاد بنسبه المساهمه مقارنه بقطاع اخر، ولكن عندما ناتي في التفاصيل مساهمه القطاع السياحي، واتوقع انه الاستاذ سعيد لديه النسبه الارقام الثابته في هذا الجانب 2018-2017 على سبيل المثال، هذا مهم جدا. ومن هنا يمكن ان ننطلق، لانه كثير من الاحيان نحن ننظر الى عموميه الشيء ولكن تفاصيله، يعني قطاع السياحه ليس معني بالدرجه الاولى في المساهمه العامه، معني ايضا بالقيمه المضافه اللي ممكن ان يقدمها. قطاع السياحه ساهم في القطاع اللوجستي في المقابل، يعني استضفنا في 2018 على سبيل المثال بواخر سياحيه، استفاد قطاع المواني بشكل كبير في تقديم الخدمات اللوجستية. هل هذا المدخول يحسب كجانب سياحي أم كجانب لوجستي؟ والعكس صحيح. والعكس صحيح. يعني هكذا القطاع اللوجستي يقولوا الآن عدد المسافرين أحيانا إذا كان لغرض السياحة هو يحسب لقطاع السياحة، رغم أننا نحن في القطاع اللوجستي يعني كمشاريع ضخمة مثل المطار وغيرها المفروض يحسب، فهي أكيد عملية يعني نسبية بين قطاع وآخر. نعم الأستاذ سعيد تفضل. هو فقط إذا ممكن نرجع إلى الأرقام، السؤال اللي ذكرته أنت الآن في مسألة الانخفاض والنسبة مثل ما ذكر الآن الأستاذ بدر، أن فعلا موضوع النسبة هذه ممكن تتعلق بمؤشر قطاع النفط، ما ارتفع يؤثر على بقية القطاعات. أما إذا رجعنا إلى الناتج القومي الإجمالي أو الناتج الإجمالي اللي يعني حصلت عليه قطاع السياحة، فهنا يبين أنه فعلا الأرقام يعني مستقرة، الإيرادات مستقرة. يعني لو خذينا مثلا في 2015 كان إجمالي الناتج 1,228,000، في 2016 أيضا 1,200,000، فإحنا يعني أيضا 2017 1,287,000، 2018 1,233,000،
في 2019 مليار و 293 ألف، فهنا يبين أن فعلا نمو، يعني حتى نسبة معدل النمو 1.3، فبالتالي النمو هنا مستقر، ولكن قد يكون نسبة المساهمة هنا الفارق بسبب الارتفاع وانخفاض النفط. نعم، لكن متى ما تم ارتفاع النفط لكن سعيد على نسبة لما نتكلم مثلا عن رؤية عمان 2040 اللي هي الآن المعيار الحقيقي لنجاح أي قطاع أتوقع من خلال المؤشرات الموجودة، قل لك والله قطاع السياحة لازم يساهم في 2040 وصولا يعني في 2040 إلى 6% وأكثر من 6%. صحيح. يعني بيبقى هذا الهاجس موجود. لا بس الآن نحن لازلنا في بداية الطريق. أنت الآن تتكلم عن 2040 الحد الأدنى نوصل إلى 6% نسبة المساهمة. نتكلم عن 20 سنة أمامنا في الأم يعني فهذا متوقع ممكن يصل، هذا أمر ما هو صعب ولا هو من المستحيل. احنا يعني الان اذا كنا نقارب على 3% ضعف تقريبا الى بعد 20 سنه، فهذا المتوقع ممكن ان نصل. لكن ايضا بالنسبه للعاملين في القطاع السياحي، الان لما تتكلم عن العاملين في القطاع السياحي يعني 500 ألف فرصة وظيفية ممكن خلقها في القطاع السياحي حتى 2040. هذا أيضا هذا الأمر ليس من الصعب. إحنا الآن في قطاعنا تقريبا 150 ألف فرصة وظيفية متوفرة في القطاع السياحي، يعني وبالتالي إذا ما كان هناك خطط، وطبعا خطط متوفرة وهناك أيضا خطط إحلال وفرص وظيفية جديدة، منشآت أيضا ممكن تدخل في السوق، هذه كلها راح تخلق فرص وظيفية وتصل إلى الهدف المطلوب، إذا ما قارناها بحجم الاستثمار المطلوب 19 مليار يعني خلال هذه السنوات كلها أكيد يعني بينتج عن فرص وظيفية. بالضبط، وبالتالي هذا الرقم أعتقد ما هو صعب وممكن الوصول إليه متى ما تم فعلا الاستراتيجية واضحة والاستراتيجية طموحة، والاستراتيجية أساسا ما يعني ما فيها من الأرقام من المستحيلات أنك مثلا أنك تحقق هذا الهدف. بالعكس الأهداف متوفرة، الاستراتيجية بدأ في التنفيذ فيها، وأيضا الأرقام تبين ان هناك نمو في كافة الأصعدة، سواء كان عدد العاملين او حتى في عدد الزوار للسلطنة او حتى عدد السياح والسفن السياحية مثل ما ذكر الأستاذ بدر، وكل هذه التفاصيل تبين ان هناك يعني نمو في كافة الأصعدة. نعم، البعض يصف القطاع السياحي انه من اكثر القطاعات المحظوظة، كيف؟ أقول لك والله عندنا مقومات مثل ما ذكرها طبعا الأستاذ بدر قبل قليل، يعني لا تضاهى على مستوى البشر والحجر يعني في البلد، عندنا بنى أساسية مكتملة في جميع القطاعات سواء طرق مطارات وغيرها موجودة يعني عندنا في البلد، ما على السياحة غير تجي وتشتغل. هذا يعني من وجهة نظر الناس أحيانا، ولكن أكيد هناك أحيانا تحديات معينة تواجه القطاع السياحي في مسألة النمو المتسارع وفي مسألة تحقيق أهدافه، نتحدث عن هذه التحديات ونضع المشاهد والمستمع في الصورة. نعم، هو الحقيقة إذا ما هناك تحديات فنركز على تحديات كوفيد-19 في 2020. الحقيقة هناك لكن مشكلتنا ترى في السياحة ما بدأت في 2019. لا احنا ذكرنا انه ذكرنا من البداية ان هناك نمو، إذا ما أخذنا كل هذه التفاصيل يبين أن هناك نمو، بالعكس ما كان هناك تراجع، ويبين أن النسب جالسة ترتفع بشكل مقبول بشكل جيد، ما كان هناك تراجع بالعكس، ولكن إذا ما ركزنا على موضوع الكوفيد-19 فهناك تأثير كبير بالنسبة للقطاع. يعني إذا ما جئنا وأخذنا مثلا أنه عدد الزوار للسلطنة كان طموح أن نصل إلى 3.7 مليون في 2020، إلا أنه الرقم هذا انخفض إلى 811 بسبب طبعا مثل ما هو واضح غلق المطارات وإيقاف الرحلات الدولية وإيقاف السياح من قدوم للسلطنة، وبالتالي أثر على 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 الأرقام وبلوغ يعني الأهداف أو أنه الخطة المرسومة في 2020. أيضا يعني هناك الكثير من يعني الآثار المتعلقة بالمنشآت الفندقية أيضا أو المنشآت المتوقع افتتاحها، هناك الكثير من التحديات التي واجهت المستثمرين خلال هذه الفترة، منهم من تعطل ومنهم من يعني توقف عن إنشاء المشاريع أو إن مثلا الاستمرار في إنشاء المشاريع، وبالتالي هذا أيضا أثر على القطاع. هناك أيضا بعض الفرص الوظيفية التي يعني لم يتم تحقيقها ولم يتم وبعضها فقدت وبعضها فقدت بالضبط،
يعني هناك الكثير من يعني من التحديات يعني وممكن تستمر سعيد حتى في 2021، لأن أتوقع إجراءات السفر اللي راح تفرض على السياح يمكن شوية تخليهم بعد يعني نوع من التردد يمكن. بالضبط، لأن الآن إحنا الآن نتكلم عن لازلنا يعني الأمور غير واضحة، الفتح يعني بشكل كلي هذا لازال غير واضح ومرتبط بقطاعات أخرى، يعني بقطاعات أخرى أيضا يعني مرتبط أيضا بالسياح القادمين إلى السلطنة من هذه الدول أيضا بالإجراءات وغيرها. ولكن أنا أعتقد هناك يعني أنه في تفاؤل، الأمر الآن يعني يمر بطريقة جيدة، من المتوقع يعني أنه على منتصف 2021 ممكن يتم الرجوع بشكل تدريجي إلى الوضع الطبيعي، وهناك يعني ممكن بنتكلم عن مؤشرات هذا التفاؤل. ولكن نذهب الآن مباشرة إلى الأستاذ يوسف بن أحمد البلوشي، رئيس تحرير جريدة وجهات السياحية. مساك الله بالخير. مساء الخير. مساء الخير بالجماعة الحاضرين معك والمستمعين والمشاهدين ومتابعي إذاعة الشبيبة. يا مرحبا وسهلا فيك الأستاذ يوسف. اليوم نتكلم عن قطاع السياحة، هذا القطاع الواعد جدا والمنتظر منه عمل كبير خلال المرحلة القادمة وخلال رؤية عمان 2040. بداية الأستاذ يوسف، هل تعتقد أن ما تحقق في قطاع السياحة إلى الآن مرضي إلى حد ما، وفعلا يمكن البناء والتعويل عليه بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم طبعا على هذا التواصل. لا شك طبعا القطاع السياحي في السلطنة يعتبر من القطاعات الواعدة والتي تضع عليها استراتيجية أو رؤية عمان 2040 الكثير، خاصة هذا القطاع بما تملكه السلطنة من مقومات سياحية وطبيعية كبيرة من حيث الجبال والأودية والطقس طوال العام، بالإضافة أيضا إلى التاريخ والحضارة والعادات والتقاليد والفنون الثقافية والإرث الثقافي، سواء الفنون المادية وغير المادية. لا شك أن هذا القطاع في السلطنة يسير على منهجية عمل واستراتيجية مثل ما وضعتها وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية. لا شك أن نحن طموحنا كبير في ظل ما تملكه السلطنة وفي ظل ما وضع للسلطنة من خطط وبلد الأمان والسلام. طوال السنوات الماضية منذ إنشاء وزارة السياحة، والوزارة تعمل بشكل كبير جنبا مع القطاع الخاص في إثراء هذا القطاع حتى يكون المحفز والمحرك الأساس للاقتصاد الوطني وتشغيل القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع. نعم. لا شك المرحلة القادمة تتطلب الكثير من العمل والسرعة في إبراز هذا القطاع وإعطاء هذا القطاع الدور الأبرز في المرحلة القادمة، خاصة مع اندماج التراث والسياحة تحت مسمى وزارة واحدة، وزارة التراث والسياحة، لتكامل العمل المنهجي والأساسي ما بين هذا القطاعين الذين يشكلان حجر أساس وزاوية للاستقطاب السياحي إلى السلطنة. نعم. يعني الأستاذ يوسف، مع جائحة كورونا وتحدياتها وكنا نتكلم عنها قبل شوي، هذه التحديات تواجه جميع دول العالم، هل من وجهة نظرك يمكن للسياحة الداخلية أن تعوض هذا الفاقد الكبير من السياح اللي كانوا يشكلوا أكيد يعني عامل مهم في ثراء هذا القطاع؟ لا شك طبعا نحن يعني من فترة طويلة نؤكد ونطالب بالاهتمام بالقطاع السياحي الداخلي كظهر أمان يعني بالنسبة للنشاط السياحي في السلطنة، وعدم الاعتماد على السياحة الخارجية فقط، خاصة أن السياحة الخارجية تتأثر بشكل مباشر مع أي أزمة جيوسياسية في المنطقة ومع أي مشكلة تحصل فيها العالم. يتراجع عدد السياح في الأوروبيين والأجانب للوصول إلى المقصد السياحي أو الدولة الأخرى، والسلطنة من ضمن هذه الدول التي تتأثر مع مشكلة جيوسياسية سياحية. وبالتالي القطاع السياحي الداخلي في السلطنة يعتبر بمثابة الظهر الذي نحن نستند عليه في مثل هذه الأوقات، وهذه تجربة حاليا في ظل أزمة جائحة كورونا
أثبت القطاع السياحي الداخلي أو السياحة الداخلية أنها صمام أمان لتعويض ما أي مشكلة تواجهنا في القطاع السياحي الخارجي. اليوم الحركة السياحية الداخلية أصبحت نشطة بشكل كبير، والحمد لله عمان بمفرداتها السياحية والتضاريسية وبالبنية الأساسية من توفر الفنادق في جميع ربوع السلطنة يعني يهيئ لحركة سياحية داخلية بشكل كبير، بالإضافة إلى الطقس الذي يساعد السفر سواء في الصيف إلى صلالة، سواء في الصيف إلى الجبل الأخضر، وعندك أيضا في الشتاء إلى بقية محافظات ومناطق السلطنة التي تملك من المفردات والتاريخ والإرث الثقافي والحضاري للسلطنة، اللي يساعد على نمو هذا النشاط السياحي داخل السلطنة. نعم، طبعا لكم في جريدة وجهات السياحية دور كبير في الترويج السياحي. هل تعتقد أستاذ يوسف من خلال خبرتك واطلاعك في هذا المجال أن نحن فعلا محتاجين إلى جرعات أكبر للترويج عن السياحة، وهنا بين قوسين أقصد داخليا أو على مستوى المنطقة على أقل تقدير؟ نعم، لا شك أن طبعا الإعلام والترويج يلعبان دورا أساسيا في تنشيط الحراك السياحي سواء داخل أو حتى في دول المنطقة. يجب أن نبرز كل هذه المفردات وعمل برامج ترويجية مكثفة خلال المرحلة القادمة سواء في الداخل للسائح المحلي والمقيم، بالإضافة إلى المقيمين والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي، لأن هذه تعتبر منطقة واحدة قد تتأثر وقد تساهم في عملية النمو السياحي داخلية ما بين دول الخليج. نحن محتاجين بشكل كبير وبشكل مكثف للترويج السياحي والاهتمام بهذا الجانب بشكل أكبر وأكبر وأكبر خلال المرحلة القادمة، حتى ينشط هذا القطاع السياحي الداخلي في السلطنة بشكل أكبر ويعوض الفاقد من النشاط السياحي الخارجي خلال المرحلة القادمة، التي نعتقد أن الأمور لن تعود بكامل يعني وضعها مثل ما كانت قبل جائحة كورونا. قد نحتاج إلى سنة أو سنتين حتى يعود السائح الأوروبي بالشكل المعتاد وحسب التصورات التي وضعت سابقا قبل الجائحة. إذن اليوم نحن أمامنا السائح الداخلي سواء من المواطنين العمانيين أو المقيمين في السلطنة، أيضا المقيمين والمواطنين دول الخليج نركز عليهم في المرحلة القادمة وتكثيف حملاتنا الترويجية والتسويقية في الداخل وفي دول منطقة الخليج خلال المرحلة القادمة بإذن الله تعالى. وشكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف على هذه المداخلة وإثراءك لحوارنا لليوم. يعطيك العافية الأستاذ يوسف بن أحمد البلوشي، رئيس تحرير جريدة وجهات السياحية، كان معنا عبر الاتصال للحديث عن القطاع السياحي. الأستاذ بدر، لما نتكلم عن السياحة الداخلية، يعني سبحان الله السائح لما يزور السلطنة من خارج البلد يعني يكون منبهر ومعجب جدا، سواء بالمقومات السياحية التي تتمتع بها البلد أو حتى من خلال الخدمات والمنشآت الفندقية اللي يعني يكون موجود فيها. ولكن على نطاق السياحة الداخلية هناك نوع من حالة التذمر الدائمة من المواطنين والمقيمين على مستوى الخدمات المقدمة في السياحة الداخلية. من وجهة نظرك ما سر هذا التباين؟ طبيعي، يعني نجد هذا التذمر وهذا يعني عدم يعني الشعور بالرضا من الخدمة، وهذا أيضا مقدر ويجب أن يقدر من الجهات المعنية، لأن كل ما يعني يقدم من المواطن هو عبارة عن غيرة لبلده وغيرة لهذا المكان، ويجب أن يعني يعطى اهتمام كبير. هذا جانب. الجانب الآخر ما أود أن أقوله بأنه السياحة الداخلية في كل دول العالم السياحية تشكل أكثر من 60% من مجمل السياح الموجودين أو مجمل السياح اللي يحصل من البلدان السياحية، فهذا يعني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بأنه السائح المحلي، هكذا تم تصنيفه من منظمة السياحة العالمية، السائح المحلي إن كان المقيمين أو المواطنين على حد سواء، لديه يعني هموم كثيرة، لديه رغبات كثيرة في الحصول على منتجات معينة قد تكون مختلفة تماما عن ما يحتاجه السائح الأجنبي، ولديه ذائقة
يعني مختلفة تماما عن ما يحتاجه السائح الأجنبي. لديه أيضا قدرات مالية في السفر والسياحة داخل بلده مختلفة تماما عن السائح الأجنبي، وهذا بحد ذاته يعني أصبح محل انتقاد من المواطنين بأنه الخدمات غير مرضية، المنتجات المقدمة يعني لا تتناسب مع احتياجاتي، أسعار المنتجات السياحية في المواقع السياحية أصبحت حكر لفئة معينة في المجتمع أو لفئة معينة من السياح. فأذهب إلى موقع سياحي ما في السلطنة أجد 3 غرف، لأن بالمتوسط العدد العائلة العمانية تتجاوز أكثر من 40% من دخل الشهري، فهل ممكن أن أقضي إجازة أسبوعية في أحد المواقع ب300 ريال أو 400 ريال في مكان معين بدون مرافق؟ بالإضافة إلى ذلك ما نفتقره في, 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 في السلطنة حقيقة، وهذا ما يجده أيضا كثير من العمانيين، الأنشطة والفعاليات في المواقع السياحية. أذهب إلى رأس الحد أو أذهب إلى الجبل الأخضر أو أذهب إلى جبل شامس أو مسندم، وصلنا إلى الموقع، مناظر جميلة، مواقع جميلة، لكن كل الأماكن يعني جامدة، لا يوجد حياة تدب في هذا المكان من خلال مهرجانات بسيطة، أكشاك تقدم بعض الخدمات، أنشطة يعني تقدم، وإذا وجدت هذه الأنشطة فهي غالية جدا، يعني رحلة بحرية في مكان معين كم تكلف العائلة؟ فلو استثمرت هذه الجوانب لوجدت جانب أفضل. فأتوقع أنه خلال الاستراتيجية السابقة اللي عملت للقطاع السياحي ركزت بشكل كبير، لأنها كانت التجربة جديدة وحديثة، على المضمون. المضمون هو السائح الأجنبي، وقدمت خدمات ومنتجات تتناسب مع احتياجات السائح الأجنبي. ولكن في اعتقادي بأنه الكلسترينج أو ما يسمى التجمعات السياحية اللي وضعتها وزارة السياحة وزارة التراث والسياحة في الاستراتيجية الحديثة راعت هذا الجانب. تم تأخيرها نوعا ما لأنها دشنت في 2016، وكانت هنالك ربما يعني جوانب مالية في إعدادها، فبدأوا بأولويات معينة، لكن أتمنى أن يعجل فيها، لأن السائح المحلي مثل ما ذكر الأستاذ يوسف هو صمام الأمان. الصين الآن تتربع يعني في قمة هرم السياحة وعدد السياح لعام 2020، وهذا غريب، يعني كوفيد والصين وما حدث من أزمة. نعم. الصين لم تتعرض لأزمة قوية أو لم ينضرب القطاع السياحي في الصين بشكل كبير، لسبب بسيط، لأنه الصين ركزت في تسويقها وفي إعداد منتجاتها السياحية على السائح المحلي الصيني بشكل مباشر. نعم. والسياحة في الصين أصبحت يعني كبيرة جدا، إجازة العمل في الصين فقط استقطبت أكثر من 200 مليون سائح خلال 3 أيام، يعني وفي ذروة الأزمة يعني. فهذا يعني هذا مؤشر جيد. نحن هنا في عمان عندما يعني بدأت السياحة بالعودة تدريجيا انتعشت الفنادق، انتعشت الخدمات فقط من الجانب المتعلق بالسياحة المحلية. نركز أيضا على الأنشطة الموجودة في مواقع بعيدة ومختلفة، الأودية نركز عليها يعني، وأيضا نبتكر أفكار جديدة. السياحة ليست فنادق ومنتجعات، ونعم الفنادق والمنتجعات هي كما يسمى دائما في علم السياحة أو الاستثمار السياحي. نعم. هي الاستثمار السهل والسريع. نعم. يعني ولكن يجب أن تكون هنالك مبادرات لأفكار جديدة. ينقصنا جماليات في جبل شمس أو في الجبل الأخضر أو محافظة الظفار أو مسندم. نعم. من التلفريك أو المناطيد أو ركن المغامرات في مكان معين، بيع جوانب معينة. بالإضافة إلى ذلك أن لا نركز على المستثمر الكبير. المستثمر الكبير نعم هو يعني ربما يقدم لنا بعض التجارب، ولكن عصب السياحة في كل دول العالم أيضا هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ذكرت السياحة ليس الهدف منها الرئيسي هو الناتج من الدخل القومي. السياحة الهدف منها
تنشيط وتفعيل المنظومة الاقتصادية داخل البلد. 60% أو أكثر من 60% في أغلب دول العالم السياحية من يقود زمام السياحة هم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لذا يطلق عليها أحيانا السياحة الداخلية بالملاذ الآمن طبعا للقطاع. هذه مجموعة من مشاركات من آفاق للسياحة يعني راح نعرضها إن شاء الله بعد قليل. وأشكر لكم متابعتكم وتفاعلكم الدائم معنا ومع ما يطرح طبعا في حلقة اليوم. الأستاذ سعيد، لما نتكلم عن السياحة الداخلية دائما يتصدر المشهد أسعار المنشآت الفندقية والمنتجعات، ورغم أن نحن يعني لأن هذا السؤال يتكرر نعرف الإجابة، لكن من الجيد أن نحن نوضحها للمستمع والمشاهد. ويعني يمكن من المعروف حتى في كل دول العالم يمكن الحكومات لا تتدخل يعني أحيانا بشكل مباشر في مسألة الأسعار وغيرها، فماذا يحكم أسعار المنشآت الفندقية عادة سواء في السلطنة أو في خارجها؟ قبل يعني نعرج على السؤال اللي ذكرته، اسمح لي فقط أنه أرجع قليلا إلى موضوع السياحة الداخلية من حيث الاستراتيجية. ما طلعنا بعد من حيث الاستراتيجية أقصد. نعم حيث أنه الاستراتيجية الحقيقة لما ذكرت أنت أنه 11 مليون سائح المتوقع حسب الاستراتيجية، هذا الآن الرقم يعني يتضمن السياحة الداخلية بالإضافة إلى السياحة الخارجية. إذا تكلمنا عن السياحة الداخلية فحسب الاستراتيجية العمانية للسياحة يعني المتوقع أن يكون عدد السياحة الداخلية فيما يقارب من 5 مليون سائح عماني مواطن أو مقيم، وبالتالي 6 مليون اللي هم السائح الأجنبي بإجمالي 11 مليون سائح سواء كان محلي أو أجنبي. وبالتالي الاستراتيجية العمانية للسياحة ركزت على موضوع السياحة الداخلية واعتبرته جزء أساسي من أنواع السياح أو من إجمالي عدد السياح، وبالتالي يعني الاستراتيجية لم تغفل موضوع السياحة الداخلية ولم تغفل أهمية أيضا يعني أهمية مساهمة يعني السياحة الداخلية في الناتج القومي الإجمالي وفي أيضا تنشيط القطاع السياحي. هذه نقطة. النقطة الأخرى فيما يخص المخططات التنمية السياحية، يعني الآن وفق الاستراتيجية العمانية للسياحة يعني تم منح الأولوية لخمس مخططات سياحية في كافة محافظات السلطنة، يعني كأولوية جنوب الشرقية، مخططات في جنوب الشرقية، مخططات سياحية أيضا في محافظة مسندم، مخططات سياحية أيضا في محافظة ظفار، مخططات سياحية في 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 محافظة مسقط، وأيضا محافظة الداخلية. نعم. في الواقع هذه المخططات تشتمل على يعني مختلف الأراضي الحكومية تمنح للمستثمرين بحيث يتم بناء مشاريع سياحية مختلفة المكونات مختلفة الأهداف تمنح للمستثمرين، وأيضا يعني بحيث يتقدم المستثمر في لهذه الأراضي أو لهذه المشاريع، والمشاريع طبعا محددة من قبل الوزارة ويتم تنفيذها. هذه الأراضي هي يعني مختلفة الاستخدامات، هي ما فقط لمنشآت فندقية، ممكن تكون مشاريع عبارة عن خدمات للسائح المحلي، قد يكون مرافق ترفيهية للسائح المحلي والسائح الأجنبي أيضا في نفس الوقت. وبالتالي هذه المخططات تشتمل على مختلف الاستخدامات، مختلف المشاريع سواء كان خدمية أو منشآت إيوائية وفق الاحتياج في كل محافظة. وبالتالي الاستراتيجية يعني العمانية للسياحة لم تغفل مسألة السياحة الداخلية وأيضا احتياجاتها من المشاريع أو أيضا من الخدمات أو من حتى المرافق الترفيهية. إذا ما رجعنا على موضوع الأسعار، الحقيقة موضوع الأسعار هو موضوع يعني يجب تناوله بطريقة مختلفة، يعني بطريقة أوسع، ولا نعمم، لا نأخذ على مسألة يعني إنه في يعني لا نأخذ الموضوع على العموم. يعني قد يكون هناك كثير من العناصر اللي تحدد الأسعار، منها التكلفة التشغيلية لهذه المشاريع، سعر المنشآت الفندقية لخمس نجوم، هناك الكثير من المرافق التي يفترض أن تتوفر في المنشآت الفندقية، الغرف بعضها تصل إلى 300 غرفة فندقية في 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 مشروع واحد. أيضا هناك المرافق أخرى تتعلق بالصالات الرياضية على سبيل المثال، الأحواض السباحة على سبيل المثال، قاعات الاجتماعات، الملاعب. بالتالي هناك الكثير من المرافق يجب أن تتوفر في يعني
في بعض المستويات من المنشآت الفندقية. لكن على أي حال وزارة السياحة أو وزارة التراث والسياحة لا تتدخل في أسعار الفنادق، صحيح هذا الكلام ولا؟ هو مسألة السعر متروك للعرض والطلب، وبالتالي يعني عدم تحديد الأسعار، ولكن أنا أقصد الآن ما هي المعايير أو ما هي العناصر التي تحدد سعر الغرف الفندقية. فالآن نتكلم عن يعني التكلفة التشغيلية للمنشآت، هي تكلفة عالية، وبالتالي هنا تحدد قد تكون الأسعار. أيضا مسألة الرواتب الموظفين هذه لها أيضا عنصر مهم في مسألة تحديد الأسعار. الآن أنت لما تتكلم عن منشأة بمستوى 5 نجوم قد يكون أكثر من 400 موظف موجود في 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 المنشأة، وبالتالي هنا تكلفة تشغيلية فيما في 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 ما يخص دفع رواتب الموظفين. أيضا تكلفة البناء هنا أيضا عنصر مهم، ويختلف بناء أو بناء منشأة فندقية قد يكون في منطقة سهلة تختلف عن تكلفة بناء في 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 قمة جبل، وبالتالي هنا يعني هذه أيضا عنصر مهم من العناصر التي تحدد فيها الأسعار الفندقية. أيضا لما نتكلم عن يعني خلنا نأخذ مثلا على سبيل المثال المنشآت الخمس نجوم، لا نأخذها بالعموم إنها غالية أو إن أسعارها عالية. ممكن هناك أيضا عندنا أمثلة ومتوفرة فعلا في الوزارة منشآت فندقية بمستوى 5 نجوم ولكن أسعارها في المتناول. وأيضا ما يعني ما ننكر أن بعض المنشآت الفندقية أسعارها عالي بمستوى 5 نجوم، ولكن هنا مثل ما ذكرنا هناك عناصر تختلف الأسعار المنشآت الفندقية وفقا للموقع. قد يكون المنشآت الواقع على الشواطئ وعلى يعني الغرف الفندقية. نحن نعرض طبعا بعض الصور اليوم دعاية مجانا برعاية وزارة السياحة لكل المنشآت الفندقية، نعرض طبعا مجموعة من هذه المنشآت الفندقية لتوضح التضاريس اللي أنشئت فيها، يعني بعضها في الصحراء بعضها على الجبال غيرها. لكن ترى سعيد يعني أنه كيف الواحد يقول هذا غالي وهذا رخيص؟ هم يعني أكيد النزيل اللي موجود في الفندق يقارن أحيانا الأسعار في دول أخرى وفي دول مجاورة، يقول لك والله أنا هنا أحصل هذا القيمة، أروح البلد الفلاني أحصل فندق 5 نجوم ومطل على البحر مثلا بهذا القيمة، فهنا تصبح المقارنات. ما تعتقد أن التنافسية ووجود منشآت فندقية كثيرة راح يعطينا نتيجة طبيعية في أسعار مقبولة؟ هذا هو السؤال، هذا هو الإجابة فعلا في اللي ذكرته أنت الآن. يعني هو احنا ليش ذكرنا أنه مسألة الأسعار هي متروكة للعرض والطلب؟ لأنه كل ما كان المعروض كثير كل ما تلقائيا انخفض الأسعار انخفضت. يعني الآن لو أخذنا في محافظة مسقط يمكن أغلب المنشآت متوفرة في محافظة مسقط، وإذا ما قارناها ببقية المحافظات يمكن نصيب الأسد هي في محافظة مسقط، وبالتالي الأسعار قد تكون مقبولة في المحافظة في عاصمة السلطنة. في حين لو خرجنا قليلا الى المحافظات هنا يعتمد على عدد المنشآت المتوفره. اذا ما نظرنا للجبل الاخضر على سبيل المثال عدد المنشآت محدود جدا، وبالتالي يعني الاقبال العالي في من قبل السياح سواء كان وافدين او حتى محليين. نتكلم الوافدين لما نتكلم عن الفتره ما قبل الجائحه، وبالتالي يعني المعروض قليل وهناك ضغط من قبل السياح سواء كان المحليين او المقيمين لبعض الوجهات السياحيه، وبالتالي هذا راح يؤثر على مسألة أسعار الغرف الفندقية. ولكن هناك أيضا خيارات، احنا نتكلم عن خيارات الآن يعني وفق المنشآت الفندقية وفق تصنيف المنشآت الفندقية، خيارات مختلفة من نجمة إلى 5 نجوم، وأيضا هناك منتج آخر شقق فندقية بمستويات مختلفة سواء كان شقق فندقية عادية أو شقق فندقية ممتازة أو فاخرة. هناك أيضا مخيمات سياحية، هناك استراحات، أيضا هناك نزل تراثية، نزل ضيافة، هناك نزل زراعية، وبالتالي مختلف المنتجات متوفرة، أسعارها جدا مختلفة، بالتالي الخيارات متوفرة لكل الأذواق. إذا ما رغب السائح سواء كان المقيم أو الأجنبي في الحجوزات في منشآت معينة أيضا يتوفر بسعر معين، وهنا أيضا يتوفر بسعر آخر، وبالتالي الخيارات متوفرة أعتقد في كافة محافظات السلطنة. يعني ما عندنا محافظة معينة هي تتميز فقط بالمنشآت اللي هي الفاخرة فقط اللي هي 5 نجوم و4 نجوم، ولكن بالعكس هناك يعني تنوع وهناك خيارات مختلفة في كافة المحافظات، وبالتالي يعتمد على النزيل. متى ما رغب المكوث في منشأة فندقية عالية المستوى تتوفر، متى ما رغب في منشآت يعني، وحتى وإن ذكر
ذكرنا أن شقق الفندقية ما معناها أن شقق الفندقية يعني متدنية في مستواها، ما معناها أن المنشأة الفندقية يعني غير ملتزمة باشتراطات الجودة، بالعكس قد تكون المنشآت بمستوى 3 نجوم اللي هي المتوسط، يعني يمكن تقارن بالمستويات 5 نجوم من حيث الخدمات، من حيث مستوى التأثيث، الديكورات، بعض الأطعمة، الأغذية والمشروبات، المطاعم، وبالتالي تنافس المنشآت 5 نجوم من حيث التجهيزات، وبالتالي تتناسب مع السائح سواء كان المحلي أو المقيم أو الأجنبي. وبالتالي هي الأسعار مثل ما ذكرنا سابقا هي فعلا متروكة للعرض والطلب، ولكن يجب أن لا نعمم، لا نقول أن كافة الغرف الفندقية أو المنشآت الفندقية السلطنية هي يعني ذات أسعار عالية، ولكن هنا يعني مختلف العناصر مثل ما ذكرنا هي اللي تحدد الأسعار، وأيضا هناك خيارات مختلفة ممكن تكون منشآت في نفس المستوى ولكن أسعارها أيضا مختلفة، وهي في نفس المستوى سواء كان 5 نجوم أو حتى 4 نجوم أو 3 نجوم في نفس الموقع، ولكن الأسعار مختلفة. لماذا؟ هناك خدمات تتوفر في هذه المنشأة ولا تتوفر في المنشأة الأخرى. نعم، ومثل ما لكورونا تحديات، جائحة كورونا أتوقع كذلك في فرص راح نتحدث عنها بعد الفاصل. تحية لكم مستمعين عبر تردداتنا ومتابعين عبر البث المرئي المباشر، مواصلين معكم حديثنا عن القطاع السياحي، وأجدد الترحيب بسعيد العبيداني المفوض بأعمال مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة، والأستاذ بدر بن سعيد الدهلي مدير دائرة الدراسات السياحية بكلية عمان السياحية. في مقال تابعته في إحدى الصحف المحلية كتب الدكتور جلال عفيفي أستاذ مشارك في قسم السياحة بجامعة السلطان قابوس، يقول السياحة الدولية ستواجه تحديات بعد انتهاء كورونا، حيث سيكون هناك نظام دولي جديد بمتطلبات الصحة وإجراءات المطارات ستحد من عودة سريعة للسياحة. أستاذ بدر، مثل ما اتفقنا في البداية أن 2021 لن تشهد عافية تام لقطاع السياحة، وممكن تمتد حتى ل 2022 بسبب التأثيرات التي خلفها، والمعول عليه بشكل كبير هو السياحة الداخلية. هل تعتقد أننا نحن محتاجين إلى خطة استثنائية للسياحة الداخلية، لأن عندنا عدد كبير من المواطنين والمقيمين ما راح يغادروا السلطنة، وراح أكيد تكون السياحة الداخلية هي خيارهم، وعندنا مجموعة من السياح خارج السلطنة ما بيستطيعوا أنهم يجوا للسلطنة ويعني يخدموا هذا القطاع؟ طبعا يعني الجائحة وما مر الآن بالعالم أثر بشكل كبير جدا، مش فقط على السياحة، على كل القطاعات، ولكن السياحة تأثرت بشكل كبير جدا، ومعها تأثر قطاع الطيران والنقل الجوي في المقابل. مثل ما ذكرت في حديثك هذا بأنه السياحة لن تعود قريبا، وما أذكر هنا السياحة الدولية، والسياحة الدولية البعيدة لن تعود قريبا، وما عولنا عليه خلال 10 سنوات الماضية وما قدمنا أيضا من مشاريع يعني لتوفيرها لهذا السائح البعيد، يجب أن نعيد النظر فيها بأن تناسب وتتناسب مع السائح المحلي، لأنه التعافي، وهكذا يعني ما أشارت لي كل المؤشرات بأنه مرحلة التعافي سوف تأخذ وقت، وهذا الوقت قد يعني يطول أو يقصر، ولكن ليس قبل منتصف 2021. العودة الآمنة هنا أقصد. طبعا السائح المحلي هو من سيبدأ بالسياحة أو في التعافي في الدخول في قطاع السياحة، وهذا ما شاهدناه خلال الفترة الماضية، وخلال حتى يعني 3 أيام أو 4 أيام التي أتت عند إجازة العيد الوطني مع الإجازة الأسبوعية. بالإضافة إلى ذلك سوف نشاهد أيضا بعض السياح القادمين إلى السلطنة من السياحة الداخلية، وأقصد هنا بالسياحة الداخلية هي السياحة الإقليم المرتبطة بالدول المجاورة. وما يجب أن نركز عليه خلال المرحلة القادمة هو تنسيق الجهود مع مؤسسات القطاع الخاص في توفير ما يسمى بالباقات السياحية الآمنة. يعني نبدأ بالتسويق لبعض الدول المجاورة، التسويق للسلطنة كباكج أو كباقة سياحية عبر الشركات السياحية. وأعتقد أيضا يعني قرار الأمس حقيقة كان حكيم،
كان متزن جدا بفتح التأشيرات وأيضا جذب السياح عن طريق ما يسمى بالشركات السياحية أو الباقات السياحية، وهذا ما سوف يوفر لدينا حوكمة في إدارة هذه المنظومة وفائدة أكبر لمزودي الخدمات السياحية في هذا في هذا في هذا الجانب. ولكن الجرعات التسويقية يجب أن تكون أفضل مما كانت عليه. الخدمات، الأسعار، المنتجات التي تتناسب مع هذه الفئات من السياحة المحلية والسياحة الإقليمية التي سوف تبدأ مع بداية كذا نتوقع مع بداية العام القادم، والتفكير في ما يسمى بالحلول المبتكرة. إلى الآن في القطاع السياحي لا توجد لدينا حلول لإدارة الأزمة بطريقة مبتكرة في القطاع السياحي. بدأت بعض الدول، لماذا لا نجرب أو نبدأ بالعمل عليها؟ بعض الدول بدأت بالاتفاق مع دول أخرى في عمل ما يسمى الممرات الآمنة أو الممر الآمن بين مطار إلى مطار آخر بدون دخول في حجر، بدون دخول في تعقيدات، على اعتبار بأن هذه المطارات هي أو هذه المقاصد هي بنفس المستوى، خاصة مع دخول فترة إجازات أعياد الميلاد، لأنه هذه تعول عليها كثير من المقاصد السياحية، أو حتى ما يسمى عند بدء التحصينات. هنالك حديث حقيقة يعني يطرح الآن، ربما سوف يخرج خلال الفترة القادمة، ما يسمى بجواز التحصين، الجواز التحصيني، بحيث أنه أي شخص يتم تحصينه وفق العقارات الموجودة سوف يوضع جواز إلكتروني يربط مع الجواز الشخصي لبعض الدول. هل نحن جاهزين لاستقباله هذا السائح؟ هل لدينا من التشريع ما يسمح لهكذا مجالات؟ إذن نبدأ ننظر إلى هذه الخيارات إذا ما أردنا بالرجوع الصحيح والسريع في التعافي أو في مرحلة التعافي. البروتوكولات، هل وضعنا بروتوكولات كافية في التعامل، تدريب، تأهيل الموظفين للتعامل مع فترة ما بعد جائحة كورونا؟ إذن ما أريد الوصول إليه بأنه السياحة الداخلية أو السياحة المحلية هي صمام أمان رئيسي إذا للسياحة المحلية للبقاء والاستمرار وتلبية المنتجات، وخاصة أن نحن في هذه الفترة من العام اللي هي نوفمبر إلى مارس تعتبر هي فترة الشتوية أو السياحة الشتوية، نعم، والفترة الذهبية لكثير من المؤسسات السياحية لاستقطاب السياحة الأوروبية أو السياحة الخارجية. نبدأ بالتركيز في إعداد يعني مهرجانات أو بعض الفعاليات، خلينا هكذا نسميها، مع مراعاة الجانب الصحي ومراعاة البروتوكولات المتعارف عليها لتنشيط السياحة المحلية وكسب استمرارها، لأن هي فترة أيضا يعني تأتي بعدها فترة ربما هبوط في عدد النزلاء وعدد مستخدمي السياحة مع دخول فترة الصيف إلى بداية السياحة في موسم الخريف في محافظة ظفار. وهنا يجب أن نستفيد من هذه المرحلة من خلال الشقين: الاستفادة من السياحة المحلية عبر توفير منتجات وخدمات، واستفادة من السياحة الداخلية، أقصد هنا الإقليمية من دول الجوار، من خلال توفير باقات سياحية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص وإرشادها وتقديم لها أيضا المشورة في هذا الجانب، نعم، لتكون زيارة آمنة للبلد وبأسعار أيضا مناسبة. نعم، يعني مثل ما ذكرت في بداية حديثي أقول أنه والله قطاع السياحة محظوظ، لكن بعد قطاع السياحة أحيانا يعني نوعا ما مظلوم. ليش؟ لأنه مطالب من الجميع في تقديم خدمات سياحية جيدة، في تقديم مرافق في هذه المواقع كذلك تخدم السياح، وهذا قد يكون أحيانا خارج اختصاصات الوزارة، وتنفيذ هذه المشاريع كذلك لا يكون بشكل مباشر بيد الوزارة. لكن يعني سعيد نعرف أنه كل قطاع إلى جهة تشرف عليه، وقطاع السياحة وزارة التراث والسياحة هي الجهة التي تشرف عليه. فالبعض يصف المشهد أنه الوزارة تحتاج كذلك أن تقاتل من أجل قطاعها من حيث تسهيل الإجراءات. أحيانا مثل ما ذكر الأستاذ بدر بعض الأنشطة والفعاليات تحتاج إلى جملة من التراخيص، محتاج حد يتبنى هذا الموضوع ويسهل هذه العملية بالتنسيق مع الجهات الأخرى في تقليل هذه الإجراءات وأحيانا اختصارها، حتى يعني فعلا يحقق القطاع الأهداف المرجوة
وتستطيع كذلك الوزارة أنها تحقق التارجت المطلوب عليها من هذا القطاع. في الواقع يعني مسألة تسهيل الإجراءات هذه فعلا من صميم الأشياء التي يعني أو يعني المتطلبات الرئيسية للقطاع السياحي وأيضا للمستثمرين. يعني الآن إذا ما تكلمنا مثلا عن موضوع التراخيص يعني هناك نظام ربط إلكتروني بين وزارة السياحة وأيضا الجهات ذات العلاقة الأخرى، نظام استثمر بسهولة، وبالتالي هذا النظام يقلل الوقت والجهد على المستثمر في منح والحصول على التراخيص. غالبا يعني التراخيص إذا ما تكلمنا عن إصدار التراخيص فهي لا تأخذ أكثر من 3 أيام تقريبا بالنسبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، باعتبار أن كل الجهات الحكومية ذات العلاقة مرتبطة بهذا النظام. ويعني إذا ما أخذنا مثلا وزارة البلديات أو مثلا وزارة البيئة يعني وزارة السياحة، فكافة الجهات ذات العلاقة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية مرتبطة بهذا النظام، نظام استثمر بسهولة. وبالتالي يعني مسألة إصدار التراخيص الآن أصبحت أفضل بكثير من 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 من, من ذي سبق من حيث الوقت والجهد. أيضا مسألة الإجراءات المتعلقة بالمشاريع قد تكون هنا يعني هي اللي فعلا تتطلب إلى تدخل، والوزارة قائمة بدور في هذا الجانب بحيث أنه يعني في اتفاق وتم اتفاق بين بين وزارة السياحة والجهات الأخرى ذات العلاقة بحيث أنه يتم منح الموافقات على يعني وفق تاريخ معين أو أيام معينة، مؤشرات أداء معينة بحيث أنه يتم الاتفاق عليها بين كافة الجهات. والآن أعتقد أنه يعني الأمر أصبح يعني أفضل بكثير من الوقت السابق. قد يكون يعني في لما يعني قبل 2018 تقريبا تأخذ الموافقات من الجهات الأخرى أكثر من سنة تقريبا يعني تمنح الموافقة المبدئية من قبل وزارة السياحة، ولكن مثلا الحصول على موافقات الجهات الأخرى تطول. ولكن الآن بعد يعني بين يعني تم الاتفاق بين وزارة السياحة والجهات الأخرى ذات العلاقة تم تقليص هذه المدة بحيث أنه كل جهة يتم الرد على المستثمر خلال مؤشر أداء معين تم الاتفاق عليه وفق يعني اتفاقية مستوى الخدمة بين وزارة السياحة والجهات الأخرى ذات العلاقة. نعم. فالآن الأمر أصبح أفضل بكثير من حيث الحصول على الموافقات سواء كان عن طريق استثمر بسهولة أو اتفاقية مستوى الخدمة مع الجهات الحكومية الأخرى. نعم. بعض المتابعين عبر البيرسكوب في تويتر، كيف يمكننا المشاركة معكم؟ أرقام هواتفنا 24-92-00-99-99-00. في مجموعة طبعا من المشاركات والمداخلات، لماذا لا يوجد قانون ينظم القطاع السياحي في السلطنة وإعطاء الفرصة للشباب العماني؟ أتوقع القانون موجود لهذا التنظيم، كيف الأسعار مرتفعة ونعتبرها خيالية؟ هذه مجموعة من التعليقات بعضها تطرقنا لها من خلال أكيد يعني مشاركاتكم وتعليقاتكم. نعم، هذا رقم الهاتف مثل ما ذكرت لك 24-92-00-24-92-00. بدر، لما نتكلم طبعا عن السياحة والأفكار نقول دائما الأفكار موجودة بكثرة ولكن يبقى التنفيذ، والتنفيذ دائما يحتاج إلى مستثمرين سواء مؤسسات صغيرة أو متوسطة أو مستثمرين كبار. البعض يصف أنه نسبة المخاطرة في المشاريع السياحية غير الفنادق والمنتجعات مرتفعة بالنسبة لهم، لذا دائما يكون هناك تردد من المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي. مدى دقة هذا المشهد؟ طبعا يعني عندما نتحدث عن مشروع جديد في مكان جديد يجب أن نبحث عن ما يسمى بدراسة الجدوى، ودراسة الجدوى مبنية على أرقام وحقائق. فعندما أشارك في مشروع أو إعداد مشروع معين يجب أن يكون لدينا ما يسمى بعدد المستخدمين لهذا النمط في حسابات معينة، في معادلات معينة قد تكون مفقودة لأن هذا المشروع لم يقدم من قبل. ولذلك مثل هذه المشاريع تسمى المشاريع الجريئة في مجال ما،
دائما ما تتبنى من قبل الجهات الحكومية أو المؤسسات الحكومية. ليش؟ لأنها هي التجربة الأولى، ودائما التجربة الأولى من الصعب بمكان أن نوجد شخص من يخوض هذا الغمار في المخاطرة، لأنه دائما يعني يقال دائما رأس المال جبان، يعني ما ممكن استثمر في شيء. ولذلك عندما أريد استثمر في منشأة معينة، عفوا في نشاط معين من الأنشطة، سوف أبحث عن التجارب القريبة لي، ولا يوجد لدينا تجارب قريبة. نعم. ولذلك دائما ما نقول بأنه الاستثمار يجب أن يبدأ من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث أنه الريسك أو المخاطرة تكون على مستوى أقل نوعا ما. هذا جانب. والمستثمر أيضا في هذا الجانب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطرح هكذا ويقوم بالعمل، إنما يجب أن يقدم له المشورة، ويقدم له يعني جانب من الطمأنينة أو جانب من إشارات الاطمئنان في أنه نحن معك، وسوف يقدم لك الرعاية، ويقدم لك الاستشارة، ويقدم لك كل المساندة في هذا الجانب. ومن هنا دائما ما ننادي بأن يجب أن تكون هنالك حاضنات الأعمال السياحية. و دائما حتى نحن في يعني في السلطنة دائما ما أضرب مثال للطلبة معنا في الكلية بأنه نموذج مسفات العبريين في ولاية الحمراء هو نموذج مثالي. إجت الحكومة وضعت ثقتها في المكان، وأتت بالشباب الموجودين في هذه القرية. يا جماعة الخير، قريتكم سياحية بالدرجة الأولى وممكن أن نستفيد فيها. جابت بيوت الخبرة ووضعت الإمكانات الموجودة في الاستثمار في هذا المكان، ووضعت كل التسهيلات لآلية أو كيفية القيام بهذا العمل. من منا اليوم لا يسمع أن بمسفات العبريين نموذج جيد للزيارة، مكان يستفيد من الأهالي؟ أنا يعني أستطيع أن أقول لك قطعا بأن عوائل بالكامل في مسفات العبريين تعمل في مجال السياحة. يعني لديها نزل سياحي، الأم تقوم بإعداد الطعام، الأبناء يقوموا بإرشاد السياح وتقديم لهم. فهذه النماذج لا تأتي هكذا، إنما تأتي من خلال حاضنات. هذه الحاضنات يجب أن تقوم بالإرشاد وتقوم وأيضا يعني إيجاد ثقة لدى هؤلاء، وهذا حقيقة ما نفتقده. وأنا أتمنى يعني خلال المرحلة القادمة أن تكون هنالك مبادرات على مستوى حكومي أو حتى على المستويات يعني المجموعات المعنية بالسياحة الكبرى كعمران، بما أنها معنية أيضا بجانب الدفع بالسياحة، بأن تقوم بتفريخ يعني رواد أعمال في القطاع السياحي، ونبتعد نوعا ما عن النمط الكلاسيكي في الاستثمار، في الاستثمار مثل ما تفضلت في القطاع الفندقة وقطاع الضيافة. هو أغلب يعني الاستثمار في هذا المجال. هو هذا المجال دائما هو السهل الممتنع. يعني السهل المعني بأنه أجر غرفة أو أعمل لي مطعم وأعمل لي، فعندي مجموعة من الأشياء اللي ممكن تقدم لي. لو خسرت في هذا بربح من هذا، لو خسرت من هذا بربح من هذا، فهي سهلة دائما. حتى المعادلة لما تعمل فيها دراسة جدوى، ولكن قدرتنا على الاستمرار خلال المرحلة القادمة، قدرتنا على إيجاد يعني قاعدة سياحية وصناعة سياحة حقيقية، هو الاستثمار في المشاريع المبتكرة سياحيا. نريد أن نرى التلفريك في محافظة ظفر، نريد أن نرى يعني منشآت سياحية خدمية تقدم سياحة مغامرات، سياحة ترفيه في مكان معين بشكل مبتكر وبشكل نموذجي، للنهوض بقطاع السياحة بشكل أفضل وتقديم خدمات أفضل، وأيضا يستفيد فيها المجتمع المحلي. الهدف من السياحة الأساس هو المجتمع. أنا سامحني بس عشان المتصل طول على الخط، فبناخذه ونواصل حديثنا. مساء الخير. مساء الخير أستاذي، كيف حالك؟ طيب. يا مرحبا وسهلا. بس حبيت نشارك في الموضوع الجيد والمشوق صراحة. يا مرحبا بك، من معنا؟ والله معك علي خليفة البطاشي. علي خليفة البطاشي، يا مرحبا وسهلا فيك علي. نعم والله بغيت أشارك بالنسبة للقطاع السياحي. أنا كتبت لكم رسالة، لكن أريد أوجه سؤالي بس تفضل للضيوف الكرام اللي عندك يسمعوك. تفضل. أنا بس بغيت الإجابة، ليش القطاع السياحي محتكر لعدة شركات فقط في السلطنة؟ تفضلت أنت وقلت في قانون ينظم القطاع السياحي. نعم. أنا ما نعرف أني في قانون ينظم القطاع السياحي أستاذي الكريم اللي موجود في السلطنة. أي قانون هذا اللي ينظم القطاع السياحي؟
طبعا سعيد عندنا قانون ينظم القطاع السياحي. نعم قانون. نعم قانون. بيوضح لك الأخ سعيد. نعم بس خليني أكمل الجزئية البسيطة. أتكلم عن احتكار السياحة، وجود شركات المستترة، وجود شركات الوهمية. في 2019 قبل عن جائحة كورونا كان شركات وهمية كثير وشركات مستترة كثير جدا. أنا ما أعرف كان الوزارة ما أعرف في رقابة لهذه الشركات ولا ما في رقابة. إيش تقصد شركات وهمية؟ يعني شركات طبعا تو الحين طالعين بالسوشيال ميديا المواقع السياحية، لا عدم وجود تراخيص سياحية عندهم، عدم وجود أي قانون ينظمهم أبدا. يعني الواحد يجي من برا يجيب أفواج سياحية يدخل داخل السلطنة ويعمل سياحة ويخرج بدون الاستفادة، بدون رفض الاقتصاد الوطني أو العماني. هذه لازم يكون فيها تنظيم أستاذي الكريم. نحن لما نتكلم عن قطاع السياحة نتكلم عن قطاع يرفض الاقتصاد، نوجد الوظائف للباحثين عن العمل، نوجد الامتيازات للشركات، حتى للشركات المؤسسة المتوسطة والصغيرة. أنا بس بغيت يعني يجابوني ذا السؤال، ليش احتكار السياحي لعدة شركات فقط؟ نعم، أنت عندك نشاط سياحي علي؟ نعم عندي نشاط. وش نوعية نشاطك؟ هو تنظيم الرحلات السياحية في السلطنة. نعم نعم أيوة. طيب في أي استفسار من علي قبل لا يسكر؟ نعم. هو بالنسبة يعني ما أعرف إيش يقصد بالشركات المحتكرة، لأنه يتكلم عن يريدوا توضيح الأخوة في الاستديو. هذا الوهمية فهمناه، لكن لما تقول في شركات يعني محتكرة القطاع إيش تقصد؟ أي نعم في شركات محتكرة القطاع 70% 75% القطاع السياحي يذهب لشركات يعني محتكرة، عدم إعطاء الشركات المتوسطة والصغيرة فرصة. من يعطيهم؟ من أي ناحية؟ يعني الوزارة تعطيهم. وش نوعية الفرص اللي ممكن وزارة التراث والسياحة تساوي فيها الشركات؟ للترويج للمشاركة في المعارض، للمشاركة في الورشات العمل. هذه يحتاج يعني تعطوا الفرصة للشباب العماني عشان ينهض القطاع السياحي. نعم نعم. المرشدين السياحيين الأخ بدر يعرف، هو الأخ بدر يعرف ان المرشدين السياحيين محتكر للوافدين فقط. يعني ما في مرشد سياحي عماني؟ في مرشدين سياحيين عمانيين يا استاذ الكريم، في نحن ما نقول ان ما في، في مرشدين سياحيين، لكن الوقت الموسم يعني يكون كثير من من المرشدين الوافدين داخل السلطنه يعملوا بدون تاشيرات سياحيه، بدون تاشيرات عمل، تأشيرات سياحية فقط، يدخلوا السلطنة يسوقوا لك عمل السياحة كمرشد سياحي. هذه النقاط يتعاونوا مع الشركات الموجودة. طبعا هي على سبيل المثال الشركات الوهمية والمستترة. هذه يتعاونوا مع الشركات الوهمية والمستترة. نعم. هذه المشكلة، ويضيعوا على الناس اللي هم أصلا موجودين. نعم الأخ بدر يعرف أني 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 ان القطاع السياحي يحتاج مرشدين صح كثير، ما اقول لك اني ما في اني مرشدين عمانيين، لكن يعني تستغرب المرشد الوافد يجي على لغه يعني لغه خارج الانجليزيه يشيل تقريبا فوق ال 100 ريال او 90 ريال تقريبا لليوم الواحد. يعني هو المنطق اساسا ليش موجود مرشد سياحي وافد؟ يعني هذا السؤال. هي هذه وكثرتهم في الموسم اصلا المفروض يكون موجود. نعم نعم ايوه، وكثرتهم في الموسم السياحي. طبيعي. هذه المشكله، هذه اللي يعني اللي انا تمنيت الاخ بدر يعني يطرح هذا الموضوع. الاخ بدر يسمعك الان ويومئ براسه، يعني هو متابع معك اول باول وبيعلق على مكالمتك. ان شاء الله ان شاء الله خليك متابعنا. أحسنت أخوي علي. طيب أي تعليق أخوي سيد؟ نعم قبل؟ يعني هو اللي ذكره نعم صحيح في 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 بعض النقاط فيما يخص مثلا وجود تجاوزات من قبل بعض المنشآت غير مرخصة. نعم.
نكون صريحين، فعلا هذا الأمر حاصل، ويعني ولكن يعني هناك إجراءات تم اتخاذها ضد هؤلاء. عندكم مثل ما موجود في الوزارة الثانية ضبطية أحيانا ولا شيء؟ عندكم عندنا دائرة مختصة بمسألة الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، وأيضا مخالفة الغير مرخصين من هذه المنشآت. فهو إذا كان يتكلم عن منشآت تمارس نشاط فندقي مثلا، سواء كان نزل أو بيوت ضيافة أو غيره، أحيانا إرشاد سياحي هو الإرشاد السياحي جانب آخر، لكن نركز الآن على موضوع الأنشطة الفندقية. هذه فعلا تم ضبطها سابقا خلال الفترة الماضية، وتم اتخاذها ضدها يعني تم اتخاذ ضدها إجراءات قانونية بمخالفات معينة، وتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الأمر. وبالتالي هناك رقابة مستمرة في هذا الأمر، ومتى ما تم رصد مخالفين يتم اتخاذ إجراءات قانونية واضحة في هذا الأمر. طبعا وفق قانون السياحة واللائحة التنفيذية. ويسأل عن القانون يقول وين ذا القانون؟ القانون موجود، ولكن هو قال يكون ما مطلع يعني لو انه يعني في موقع الوزارة متوفر، واذا رغب مثلا الجلوس مع الوزارة لشرح بعض التفاصيل او الاجراءات القانونية اللي تتم اتخاذها بالامكان. وبالتالي القانون واللائحة التنفيذية لقانون السياحة متوفرة وواضحة، وفيها كافة التفاصيل المتعلقة بممارسة الأنشطة السياحية. فيما يخص ذكر دعم مثلا المؤسسات الصغيره والمتوسطه والمشاركه فيها يعني في المعارض، وقال في احتكار يعني، بس مجموعه من الشركات هي اللي تحصل هذا الفرص. هي في الواقع لا يوجد احتكار، الكل متاح، لان الوزاره باستمرار كانت سابقا يعني تشارك في المعارض الدوليه، كانت تدعو وفق اعلان لكافة الشركات السياحية للمشاركة في هذه المعارض، المعارض الدولية، وبالتالي تتقدم كافة الشركات الراغبة للمشاركة مع الوزارة في هذه المعارض، ويتم التقييم وفق يعني معايير معينة وأيضا رسوم معينة، ويتم اختيار لهذه الشركات للمشاركة، وبالتالي هي مفتوحة للكل، سواء كان للشركات متوسطة وصغيرة أو حتى للشركات الكبيرة. فبالتالي هذا الأمر يعني متاح ووفق إعلانات بشفافية وفي كافة الصحف الرسمية، وحتى في موقع الوزارة يعلن للمشاركة للراغبين في الحضور أو المشاركة مع الوزارة في المعارض العالمية. بالنسبة للمرشدين السياحيين، طبعا وفق القانون، وفق اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، مهنة الإرشاد السياحي هي مهنة معمنة لابد ممارستها فقط من قبل المرشد العماني، ولا يسمح بممارسة الإرشاد من قبل المرشد الأجنبي إلا في حالات يعني قليلة جدا. ويعني سببها انه طبعا احنا الان نتكلم عن وش هي هذه الحالات اللغه ولا ايش بالضبط؟ اللغه الان احنا نتكلم عن يعني مرخص من قبل الوزاره اكثر من 290 مرشد عماني تقريبا في اللغه الانجليزيه فقط. طبعا بالنسبه للغه الانجليزيه لابد ان هذه المهنه تكون معمنه 100% من قبل المرشد العماني. يمنح فقط للمرشدين الاجانب بالنسبه للغات الاخرى، لان هناك شح في عدد المرشدين العمانيين يتحدثون مثلا اللغة الروسية، اللغة الإيطالية، اللغة الألمانية، اللغة الفرنسية، وعدد كبير من 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 السياح في من هذه اللغات يأتون إلى السلطنة، وبالتالي في ظل قلة عدد المرشدين العمانيين يتم الاستعانة بالمرشد الأجنبي. ولكن يعني ذكر هو نقطة أن فعلا أحيانا تحصل تجاوزات موجودة، وممكن مرشد غير مرخص يقوم بممارسة النشاط في المواقع السياحية، ولكن نعيد ونؤكد متى ما تم ضبط هؤلاء المرشدين بممارسة النشاط بدون تراخيص ودون موافقات من قبل وزارة التراث والسياحة يتم اتخاذ ضد الإجراءات القانونية اللازمة. وبالتالي مسألة الإرشاد السياحي هي مثل ما ذكرنا ونؤكد أنها مهنة معمنة ولا تمنح للأجانب إلا في أضيق الحدود، في حالة عدم توفر للمرشد العدد الكافي من المرشدين العمانيين في بعض الفئات، وبالتالي يتم منح التراخيص للأجانب شريطة أن يتقدم عن طريق شركة سياحية ولا يتقدم بشكل شخصي عكس العماني. العماني ممكن يتقدم بشكل شخصي ويرخص هو يعني بطريقه يعني يعني بترخيص فردي، وبالتالي يمارس نشاطه كمرشد حر في كافة الشركات التي يرغب في العمل معها. أما بالنسبة للمرشد الأجنبي لابد أن يحصل على أو أن يتقدم عن طريق شركة مرخصة
من قبل الوزارة لممارسة مهنة الإرشاد السياحي. نعم. ويتم مقابلته الأستاذ بدر. نعم. عضو أساساً في، نعم، في لجنة الإرشاد. نعم. وبالتالي يتم مقابلته ويعني الوقوف على إمكانياته، المهارات، المعلومات عن السلطنة، اللغة أيضاً. هناك مقابلات تخصصية طبعاً الإرشاد يعني متفرع، سواء كان مرشد عام أو إقليمي أو متخصص. وبالتالي يتم مقابلته من قبل يعني لجنة في الوزارة فيها أطراف من مختلف الجهات، والأستاذ بدر عضو في هذه اللجنة. وبالتالي متى ما اجتاز يتم منحه الترخيص. إذا في حال عدم اجتياز هذه المقابلة طبعا يعتذر عن منح الترخيص. نعم. السياحة. وبالتالي هذا الأمر منظم وواضح. نعم. جدا يعني. نعم. قانون السياحة واللاحقة. نعم أستاذ بدر، لما نتكلم عن الإرشاد السياحي شبابنا مقبلين على الإرشاد السياحي، لأنه أتوقع يعني في حلقات سابقة كان لهم مداخلات كثيرة أنه يعني هذا القطاع بالنسبة لهم هو قطاع غير آمن، وأنه يعتمد على الموسم، وبعضهم يواجهوا واقع صعب. فنتكلم شوي عن الإرشاد السياحي، هل بعد هذا المشوار نحن فعلا ما قادرين نضبط هذه العملية؟ طبعا يعني الإرشاد السياحي هي مهنة، يعني مهنة تعتبر جاذبة لكثير من الشباب. حقيقة الفترة الماضية استطعنا أن نوجد أيضا عنصر نسائي في مجال الإرشاد السياحي. على مستوى الكلية طبعا هناك إقبال كبير جدا للالتحاق في الإرشاد السياحي. أحيي الأخ المتصل البطاشي فيما ذكره، وأنا أتفق معه في كل ما ذكره حقيقة. ربما الشركات الكبيرة دائما تحاول أن يعني هذا طبيعة العمل، تحاول أن يكون لها نصيب الأسد في الكيكة يعني من القطاع السياحي، لا توفر أيضا جانب للمجتمع المحلي، لا توفر قيمة مضافة كبيرة للمجتمع المحلي. تجد يعني صاحب شركة كبرى هو صاحب الفندق وصاحب شركة السيارات وهو صاحب المطاعم وصاحب، إذن ويجي السائح ينزل وحتى ما يشتري يمكن حاجة من السوق يعني من المجتمع المحلي. إذن نحن يعني الهدف من السياحة يعني فقدنا هذا جانب. أريد أوضح أيضا جانب متعلق بالمرشدين السياحيين. كثير من البواخر السياحية وكثير أيضا من الأفواج السياحية عندما يتفق معها لإرسال الأفواج السياحية تشترط بأن المرشد السياحي يجب أن يتحدث بلغتها. وطبعا من ضمن التحديات اللي نواجهها في السلطنة، وهذا طبعا إشكالية كبرى لدينا وسوف أتطرق لها، إيش اللي كنا نحاول أن نجد فيه الحلول وليش ما وجدنا الحلول للأسف الشديد. ضمن اشتراطاتها يجب أن يكون المرشد لديهم يتحدث باللغة القادمين إليها، إذا كان روس أو ألمان أو فرنسيين أو إيطاليين. في المقابل يوجد لدينا شح كبير في عدد المتحدثين بهذه اللغات أو المرخصين من العمانيين بهذه اللغات الموجودة. ولذلك ضمن العقد أنه يا أن نيجي بهذه اللغة أو ما نيجي إلى البلد فنفقد العمل. ولذلك ارتأت وزارة السياحة في لجنة الإرشاد السياحي بأنه يقدم تصريح مؤقت لبعض الشركات لمرشد سياحي أجنبي للقيام بهذا الإرشاد. ولكن ما نراه أن هذا الموضوع طالت مدته، يعني نفس الشركات تطلب أكثر من 15 تصريح لمرشد سياحي يتحدث اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية لأن العدد هو كبير جدا، ولم نستطيع توفير مرشدين يتحدثون بهذه اللغة. إذن عندنا مشكلة، هل في المشكلة في الجانب التعليمي في البلد؟ هل مشكلة في جانب التطوير في البلد؟ فأتينا بمقترحات، يا جماعة الخير نحن نريد أن يعني نعرف إحصائيات هؤلاء الأشخاص، لماذا لا نؤهل يعني شباب من العمانيين يتحدثوا هذه اللغات ونحن في كلية عمان للسياحة لدينا هذه اللغات المطروحة؟ فقط نريد الدعم من الجهات المعنية بالتعليم. وجدنا إشكالية أخرى بأنه يجب أن يكون هذا التدريب أو التعليم مربوط بالتشغيل. اكتشفنا مشكلة أخرى، أنه 90% من الشباب المرخصين للقيام بالإرشاد السياحي لا يفضلون الالتحاق بدوام عمل كامل بارت تايم، لأنه 120 يوم السياحية الموجودة في السلطنة تعتبر مجدية بالنسبة لهم للعمل بالبارت تايم أو الجزئي، العمل الجزئي عن العمل الدائم مع الشركات، خاصة من العمل اليومي بالنسبة لهذه الشركات. الجهات الداعمة رفضت، لأن هذا نظام يعني صار له أكثر من 25 سنة أو 30 سنة موجود في عمان، أن أي تدريب يدعم بمال
يجب أن يربط بتشغيل. نعم. إذن الحقائق موجودة يا جماعة الخير، يعني هذه هي الأرقام الموجودة من التراخيص. المرشدين باللغة الإنجليزية رفضوا أنهم يشتغلوا، فما بالك باللغة الألمانية اللي يعني لا أبالغ يعني أخي الكريم وحتى للمستمع، يومية المرشد المتحدث بلغة أجنبية يصل إلى 100 ريال عماني مع الإكرامية وكذا يوصل 120 ريال عماني. 120 يوم تتصور أنه يعني يحصل على أكثر من 15,000 ريال عماني وهو راتب مجزي يعني في المقابل، بينما يذهب العمل مع شركة ب 500 ريال يعني أكثر من نصف المبلغ. نعم. نعم. فهي يعني الأرقام وتشعباتها. وصلنا إلى نقطة مغلقة الآن، الإخوة في الصندوق الوطني للتدريب والإخوة حقيقة في وزارة التراث والسياحة نوجههم كل الشكر والتقدير، سعوا بأن نعيد يعني إيجاد خطة جديدة لآلية العمل. بدأنا الآن ببرنامج باللغة الألمانية، معنا شباب عمانيين، بدأنا برنامج مدته تقريبا 11 شهر، برنامج مكثف باللغة الألمانية، حصلنا على اعتماد من الفيدرالية الدولية للمرشدين السياحيين، وسوف تكون الشهادة للمرشد السياحي الخريج من هذا البرنامج فقط مرخصة عالميا دولية. يعني حتى لو الموسم السياحي فقط في هذا بإمكانه يعمل في دولة مجاورة أو دولة أخرى، لأنه قابل للعمل بشخصية وبقدرات معينة في هذه الدول. وهذا سوف يساعدنا على إيجاد تنافسية في جودة المرشدين السياحيين باللغات المختلفة، ولن يكون هنالك إن شاء الله عذر لكل الشركات السياحية بأنها تأتي بالوافد. نعم. للعمل كمرشد سياحي بهذه اللغات. نعم. في الفترة القادمة ما نحتاجه الآن هو الدعم من المؤسسات، وما نحتاجه أيضا تكاملية بين طبعا مؤسسات القطاع الخاص، مؤسسات التعليم، ووزارة التراث والسياحة، واللي أيضا قائمين حقيقة بدورهم في هذا الجانب. نعم بإذن الله تعالى. ولما نتكلم عن السياحة من الوهلة الأولى يعني نشوف الموضوع بسيط، يعني هي سياحة وتتطور، ولكن لما تدخل في التفاصيل تشوف يعني تشعبات كبيرة، وأكيد هناك يعني جهود كبيرة تبذل لتحقيق هذه الأهداف. نحن الوقت مر علينا سريعا، كلمة أخيرة للأستاذ سعيد، نحن في نهاية برنامجنا. شكرا لكم على هذه الاستضافة. احنا يمكن فقط ما طرقنا على موضوع واحد، هو موضوع خطة التعافي اللي نعم. يعني اللي هي من الجيد اذا بتذكرها في دقائق. سريعا نعم. سريعا فقط، احنا الان يعني حقيقة يعني اعتمدنا خطة للتعافي للقطاع السياحي بعد جائحة كوفيد 19. يعني هذه الخطة وهذه يعني خطة التعافي اشتملت على 6 محاور. يعني المحور الأول يتعلق بسلامة القطاع السياحي، يتكلم عن البروتوكولات، عن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من كوفيد 19 في المنشآت الفندقية وشركات السفر والسياحة، وأيضا في الوجهات السياحية. أيضا الخطة اشتملت على محور استدامة رأس المال البشري لقطاع السياحة. طبعا نتكلم هنا عن الوظائف التي تم يعني فقدانها في القطاع السياحي، وأيضا آلية عودة القطاع وعودة أيضا الفرص الوظيفية مرة أخرى بعد كوفيد 19. المحور الآخر أيضا في هذه الخطة هو دعم المجتمعات المحلية، تتعلق برصد ومتابعة تأثيرات الجائحة في المجتمعات المحلية الحاضنة للسياحة. هناك أيضا محور آخر يتعلق بتطوير البرامج السياحية، ويعني من أهداف العمل على إيجاد عروض وباقات برامج سياحية متنوعة بالتنسيق مع الشركاء القطاع في المنشآت الفندقية والسياحية، بهدف زيادة عدد السياحة الداخلية والأجنبية أيضا في القطاع السياحي. وهناك أيضا محور آخر يتعلق بالاتصال والتسويق السياحي، يعني يهدف أو يشمل هذا المحور على تنفيذ حملات توعوية وترويجية تستهدف السوق المحلي والإقليمي والدولي، سواء كان سياحة محلية أو إقليمية أو دولية. وأيضا تفعيل التواصل المستمر مع الشركاء في القطاع السياحي، و يعني إدارة الجانب الإعلامي، ويعني التركيز على القطاع السياحي وأهمية القطاع السياحي في المرحلة القادمة. أيضا هناك محور آخر يتعلق بدعم الاستثمار في القطاع السياحي، وهو يركز على توفير حوافز وتسهيلات لإنعاش شركاء القطاع السياحي، وأيضا جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع، وأيضا متابعة كافة المشاريع السياحية اللي هي قيد التنفيذ الآن، والوقوف على التحديات، الوقوف على الحلول اللي ممكن تساهم إلى الرجوع إلى الوضع الطبيعي. أيضا هناك أيضا محور يتعلق ب
يعني يتعلق أيضا بالإعداد لفترة ما بعد الجائحة، ما هو الخطوة القادمة فيما بعد الجائحة، ما هي يعني الفرص الاستثمارية التي ستطرح للمستثمرين، وبالتالي هذه هي خطة التعافي التي يعني اعتمدتها الوزارة، والآن جار التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في مسألة اعتماد هذه الخطة. هذه الخطة أكيد تتطلب الكثير من الموازنات، الكثير من الدعم من كافة الشركاء ومن الحكومة أيضا، وبالتالي تم رفع هذه الخطة للاعتماد وأيضا في للحصول على الموازنات المالية لبدء التطبيق، وبالتالي هذه هي الخطة خطة طموحة، نأمل أنها يعني تسهم في عودة الوضع إلى 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 إلى, إلى الوضع الطبيعي بعد كوفيد 19 إن شاء الله بإذن الله تعالى. ونتمنى أن هذه الجهود ترى النور، لأنه الأهداف العريضة لقطاع السياحة حقيقة لا يجب التنازل عنها أبدا، لأنه مثل ما ذكرنا كنز نتمنى أن لا يكون مفقود. كلمة أخيرة للأستاذ بدر. طبعا أعقب على كلام الأستاذ سعيد وأيضا ما تحدث به بأنه مرحلة التعافي سوف تأخذ وقت نوعا ما. نحن مقبلين على خلاص فعليا نبدأ مرحلة التعافي، سوف نبدأ بالسياحة المحلية الإقليمية والدولية، ولكن ما نؤكد عليه بأنه يجب أن نضع أولويات. كثير من الأسر والعوائل وكثير من المقيمين والمواطنين وضعوا ميزانية خاصة خلال فترة معينة لم يستطيعوا السفر فيها، الميزانية جاهزة، المواطن جاهز للسفر، لا نريد هذه الميزانية عند فتح الحدود أن تخرج، نريدها أن تكون في عمان. هذه المبالغ وهذه الميزانية يمكن الاستفادة منها بشكل كبير جدا من خلال التسويق، الترويج، وتقديم خدمات مناسبة وباقات سياحية مناسبة لهؤلاء السياح. بالتزامن مع ذلك يجب أن نعمل جاهدين أيضا على تسويق السلطنة في الإقليم المحيط للسلطنة، لأن السياحة أيضا سوف تبدأ في مرحلة التعافي بعد السياحة المحلية بالإقليم والدخول للسلطنة، الإجراءات، التسهيلات، والباقات السياحية والعروض التنافسية في هذا الجانب، حلول مبتكرة لجذب أو استرجاع الثقة للعودة بالسلطنة إلى خارطة السياحة العالمية من خلال عروض تسويق السلطنة للعالم، البرامج السياحية، أيضا مشاركات السلطنة، الخروج بطريقة مثلى، وأيضا تطمينات للعالم بأنه لدينا بيئة آمنة سياحية، لأن السائح العالمي نوعا ما سوف يتخوف خلال السنتين القادمتين من السفر البعيد لما حدث له ربما من الإجراءات. وهنا تأتي يعني الحلول المبتكرة اللي يجب أن يقوم بها، ومنها المعبر الآمن كما يسمى الآن عالميا سياحيا. جزيل الشكر لكم، وعمان بلد جميل ورائع وسياحي، ودائما نختلف، ولكن في النهاية عمان المقصد والهدف والغاية في كل شيء. بلا شك بلا شك. شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ بدر بن سعيد الذهلي، مدير دائرة الدراسات السياحية بكلية عمان السياحية، وشكر لك الأستاذ سعيد بن حارب العبيداني، المفوض بأعمال مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. وشكر لكم مستمعينا ومتابعينا، كثير من التعليقات وصلتنا حول هذا الموضوع، وهذا دليل اهتمامكم الكبير بقطاع السياحة، وأن فعلا يكون هذا البلد العزيز هو محط أنظار الجميع سياحيا من الداخل والخارج. أغلب استفساراتكم ومداخلاتكم تضمناها في الحلقة، ولكم منا أجمل التحية. كان معكم في الإعداد جاسم البداعي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي أحمد العزيزي. نلقاكم في حلقات قادمة في أمان الله.